استاذ فادي، حضرتك مسيحي وكذا مره يتقبض عليك من الداخليه على اعتبار ان حضرتك اخوان. كم مره بالظبط الداخليه قبضت عليك وانت مسيحي على انك اخوان؟ ثلاث مرات. مرة. طب علي صوتك واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. ثلاث مرات. مره كان في شغل في المعادي، وكان بالصدفه كان مسيره الاخوان معديه وحصل اشتباكات، فلقيت الناس قبضوا عليا ووديتني على اقول لهم واحد من الاخوان اهو، فدخلوني المدرعه وقعدوا يضربوا فيا لمده حوالي تلت ساعه. ضربوني حوالي مده تلت ساعه. بعد كده بقول للعسكري انا مسيحي، فراح نازل للضابط بيقول لي يا باشا ده الواد اللي لسه جايبينه ده مسيحي. قال له طلعه يا ابني مسيحي مش هيبقى اخواني. دي اول مره. تاني مره في نفس اليوم بالليل كنت ماشي بتمشى في وسط البلد، جه ضابط، جه اتنين امناء شرطه، راحوا مفتشني لقوا معايا ماسك فينديتا، فبيقولوا لي ايوه ده اللي بتخوف بيه الناس في المسيره اللي هي تبع الاخوان وكده. قلت له انا مسيحي. فقال لي طب خلاص انت شايل الحاجات دي معاك. راحوا واخديني على الاسم وعاملين لي تحري، طبعا ما لقوش عليا حاجه فراحوا سايبيني. تالت مره يوم 8/1 كان في وقفه في طلعت حرب. 8 يناير اللي فات ده على طول. 8 يناير اللي فات تاني يوم العيد بتاعنا. تمام. كان في وقفه في طلعت حرب. كانت لايات حماده واحمد جمال عشان هم متاخدين على انهم اخوان وهم مش اخوان. فاتقبض علينا بعد من قبل المبيعين ودونا لنقطه شرطه التحرير، بعد كده لاسم عابدين. في اسم عابدين وامن الدوله بيحقق معايا. اول ما دخلت اهلا بالاخوان، اهلا باللي خربوا البلد. قلت له على فكره انا اسمي فادي سمير. قال لي وماله اخوان؟ قلت له على فكره انا مسيحي. قال لي تبقى 6 ابريل بس. ف يعني كنت ساعتها عايز اساله هي 6 ابريل بقت تهمه دلوقتي؟ كنتش اعرف ان هي هتبقى تهمه. طب معلش انا اتاكد منين ان انت مسيحي يعني؟ الصليب اهو، الصليب اهو. والله صليب فعلا. وفي البطاقه مكتوب طالب ذكر مسيحي. كاتبين لك ذكر؟ مكتوب مسيحي.